السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنشتغل المحاضرة بتاعة Kinetics of Rigidity. أولا معلش بس خليني أنبه أو أنوه لحضراتكم إن المحاضرة زي عشان بس سهولة الرفع، لأن ده بيسبب لي مشكلة في الرفع، فهقسم المحاضرة على جزئين أو يمكن ثلاثة على حسب يعني. أيا كان، وهبقى برضو زي ما انا عودتكم او عملت معاكم قبل كده اظن، قسمناها بارت 1 بارت 2 بارت 3، ببقى نفس التايتل بس بارت 1 و 2 و 3 الى اخر البارت ديت. كاينتكس اوف ريجيد بودي اللي احنا بنتكلم فيه ده هو البارت الاولاني. ايه قصه الكاينتكس اوف ريجيد بودي اللي احنا اتكلمنا فيه من بدايه السمستر او بدايه انا ما اشتغلت معاكم على حركه الاجسام او ريجيد بودي، وكلمنا على الحركة دي وقسمت الحركة إلى نوعين. النوع الأولاني اللي هو الكاينماتكس والكاينتكس. الكاينماتكس أو الكينماتيكا يعني هو أنا بتكلم على الحركة أو شكل الحركة بتاعة الجسم المتماسك، اللي هو بيتكون من عدد لا نهائي من البارتكلز أو عدد لا نهائي من الجسيمات أو من البارتكلز، وفي نفس الوقت الجسم بتاعي بيحافظ على شكله، الأبعاد ثابتة بين البارتكلز وبعضها في الجسم نفسه. واتكلمنا على الحركة بتاعته، سواء حركة دورانية روتيشنال أو ترانسليشنال أو جنرال موشن، وقلنا سرعات وعجلات ازاي أحسبها إلى آخر الكلام ده. وفي نفس الوقت جينا قلنا طب إيه اللي بيأثر عليا في القوة واللي خلاني أتحرك، ماليش دعوة طالما بتكلم على الكاينماتكس. الجزء الثاني اللي هو الكاينيتكس اللي هو هنشتغل فيه النهارده، اللي هو قولي بقى هنا ايه القوة اللي بتأثر عليك وخلتني اتحرك بالشكل ده، وفي نفس الوقت تعالى قولي ايه علاقة شكل القوة اللي بتأثر عندي بشكل الحركة اللي عندي. احنا كنا بدأنا نتكلم على الجزء ده لما بدأت اتكلم على الداينامكس اوف سيستم اوف بارتكلز. لو حضراتكم فاكرين لما كان عندي بارتكل، قلنا لو البارتكل عندي كتلته m بتأثر عليه مجموعة من الفورسز F1 F2 F3 إلى آخر الكلام ده. قلت إن مجموعة الفورسز دي اللي أنا بسميها الإكسترنال فورس، مجموعة الفورسز اللي بقول عليها الإكسترنال فورس سواء وزن رد فعل احتكاك إلى آخر الكلام ده، بتساوي أو بتكافئ ما يسمى بالإفكتيف فورسز. إيه الإفكتيف فورسز دي؟ اللي هي البارتكل بتاعي ده هات لي الاكسلريشن بتاعته الاف بتاعته واضربها لي في الكتله، دي اللي بسميها الافكتيف فورس. ولما هاجي اعمل التكافؤ ده بعمله فيما يسمى سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما المومنت. يعني بقول ان سيجما المومنت افكتيف القوة اللي هي الإفكتيف بتساوي سيجما المومنت للإكسترنال حوالين أي نقطة. طب سيجما إكس للإكسترنال بتساوي سيجما إكس للإفكتيف، وسيجما واي للإفكتيف بتساوي سيجما واي للإكسترنال. بكافئ الشكلين ببعض، وده اللي إحنا كنا عملناه. والكلام ده جاي منين؟ من تطبيق قانون نيوتن. طيب السؤال دلوقتي، الكلام ده لما كان على البارتكل، طب الريجيد بودي بتاعي بقى، طب الريجيد بودي بتاعي يفرق ايه عن البارتكل؟ الريجيد بودي ده مجموعه من البارتكلز او من البوينتس او من الجسيمات متصله ببعضها وبينها ابعاد ثابته. طب انا لو حبيت اطبق قانون نيوتن عليه، معنى كده اول حاجه هحط القوه الخارجيه الاكسترنال فورسز F1 وF2 وF3، دي اللي هي الافكت، دي اللي بقول عليها الاكسترنال فورس اللي هي ممكن تكون وزنه، وطبعا الوزن بيبقى نازل اذا كان يونيفورم، اذا كان الريجيد بودي بتاعي يونيفورم بيبقى نازل من السنتر بتاع الجسم. الرياكشن لو هو موضوع على جزئيه على مستوى، لو الرفيس لو هو متصل بسبورت بحط الرياكشن اللي في السبورت، كل دي لو في عندي فريكشن الى اخر الكلام ده.
وطبعا لو في internal force، لو في شد او حبل حاجه رافعه الجسم بتاعي الى اخر من الكلام ده كله ما بيسمى بالاكسترنال فورسز. بس خلي بالك لو في internal اللي هي شد او ضغط في سبرينج او فيت لازم بقطع فيه عشان اظهره. ده كده الاكسترنال فورس. المفروض بكافئه بما يسمى الافكتيف فورسز. ايه الافكتيف فورسز دي؟ العجله مضروبه في الكتله. طب العجله بتاعت ايه؟ من عندي هنا عدد لا نهائي من الجسيمات. هاجي مثلا عند نقطه زي دي واجيب الاكسلريشن بتاعتها، يبقى لو النقطه دي اسمها اي يبقى اي اف اي. طب دي نقطه ثانيه اضربها في الكتله بتاعتها ام اي كتله الجسيم ده. طب لو عندي جسيم ثاني انا عندي عدد لا نهائي، مش معقول بقى حاجه على بوينت بوينت ده كده مش هنخلص. فلجأنا الى ما يسمى، اذا كان انا عندي ما يسمى هنا center of gravity المركز بتاع الجسم، لا انا بدل ما هروح لنقطه نقطه اجيب لها الاكسلريشن بتاعتها انا هنسب كل النقط بتاعتي الى ما يسمى بالcenter of gravity، واروح على center of gravity دي اللي هي مركز الجسم واجيب الاف سميها جي، هتجيب الاف جي بتاعتها. اجيبها ازاي؟ والله لو الجسم بيتحرك حركه دورانيه شوف النقطه ديت العجله بتاعتها تتجاب ازاي، لو بيتحرك حركه عامه اجيب العجله بتاعت النقطه دي، الى اخر الكلام اللي احنا درسناه في الكاينماتكس. بعد ما اجيب الاكسلريشن بتاعتها اضربها في الكتله بتاعت الجسم، جسم كله مش كتله بقى جسيم، لان انا هنا نسبت الجسيم الى عفوا نسبت الجسم بتاعي الى المركز بتاعه. طيب هل ده مظبوط؟ لا هو ده مش مظبوط، انا كده في حاجه عملناها مش مظبوط، انا كاني قلت ان الكتله بتاعتي مركزه هنا فهات لي العجله بتاعت النقطه دي، الكلام ده مش مظبوط. لا، فعشان كده بيظهر لي حاجه جديده او مركبه جديده اسمها الاي جي مضروبه في الاوميجا دوت. يبقى الافكتيف فورسز بتاعتي هنا بتتكون من حاجتين، عجله مركز الثقه المضروبه في الكتله بتاعته بلس مع اتجاه دوران الاوميجا دوت او الانجلر اكسلريشن اضربها لي في الاي جي. مين بقى الاي جي؟ اللي هو المومنت اوف انرشيا بتاع الريجيد بودي بتاعي. طب ايه المومنت اوف انرشيا ده؟ ايه قصته؟ واجيبها ازاي؟ نمره واحد المومنت اوف انرشيا اللي هي بسميها الممانعه او الحاجه اللي بتمنع الجسم ان هو يغير او بتعاكس الجسم ان هو يغير الحركه بتاع الوضع بتاعه، يعني لو كان هو في وضع سكون بتخليه بتمانع ان هو يتحول وضع حركه، او العكس صحيح اللي هو يتحول من وضع الحركه الى وضع السكون. دي اللي بسميها الاي جي. طب الاي جي دي اجيبها ازاي؟ الاي جي دي بجيبها من مجموعه من القوانين، و يعني انتوا اخدتوها بما فيه كفايه في الفيزيكس. انا يهمني بس لو انا عندي في قيم محفوظه، لو كان عندي الجسم بتاعي او الوجه بتاعي عباره عن قضيب يبقى الاي جي 1 على 3 ام اي سكويرد، والبعد ده لو كان الطول بتاعي هنا اي سوري 2 اي يبقى 1 على 3 ام اي سكويرد. في عندك في الجزء اللي هو الداتا شو في الكلام ده مجمع فيه، لو كان اي جي لو كان قرص نص قطره ايه يبقى نص ام اي سكوير. طب لو القرص بتاعي ده مجوف او الاسطوانه دي مجوفه، في مجموعه من الحاجات هبتدي انا اديها لك، او هتبقى حضرتك معلش هتضطر تحفظها لنا تعرف امتى الاي جي اجيبها ازاي. خلاصه الكلام اللي احنا قلناه ان انا لو عندي ريجيد بادي، خلي بالك ريجيد بادي، بحط اول شكل external forces اللي هو اف 1 اف 2 الى اخره، وبكافئه بنفس الشكل بتاعي، بجيب الاكسلريشن بتاعه الجي او اللي هي السنتر اوف ذا بودي واضربها في كتله الجسم، واشوف اتجاه الاوميجا دوت واضربه في الاي جي، وبكافئ الشكلين دول في اتجاه الاكس والواي وسيجما المومنت القوه الخارجيه الافكتيف. للإفكتيف بتكافئ سيجما اكس للإكسترنال وسيجما واي للإكسترنال وسيجما المومنت للإكسترنال. دي أول حاجة اللي هي تطبيق قانون نيوتن زي ما عملت في مجموعة البارتكلز، لا أنا هعمل الكلام دلوقتي على الريجيد بودي. الفرق عندي إن أنا بدل ما بجيب كتلة البارتكل، لا ده أنا بجيب عفوا بدل ما بجيب العجلة بتاعة البارتكل، لا أنا بجيب العجلة بتاعة السنتر بتاع الجسم، سنتر جرافيتي بتاع الجسم،
واضربها في الكتله وبزود عليها الكميه اللي هي الاي جي في الاوميجا دوت. خلينا نشوف اكزامبل على الكلام ده. نشوف الاكزامبل على الجزء ده. خليني بس عايزه اقول لحضرتك حاجه في الجزء اللي هو الداتا شو. لو انت بتبص عليه هتلاقي ان اول سلايد اللي هي اللي عندك او اول مجموعه من السلايدز هي ازاي بجيب او بحسب المومنت اوف انرشيا اللي هي الكتله في السكوير شورت ديستنس فروم ذا اكسس اوف تو ذا بارتكل. لو انا عندي بارتكل اللي هو بي ده، انا عندي البارتكل بي البارتكل اللي عندي اللي هو بي ده، لو انا حبيت اجيب الاي اكس اكس حوالين المحور اكس او الواي او الزد، هي بتبقى حوالينه دي القيمه بتاعتها اللي هي الشورتست ديستنس فروم ذا اكسس تو ذا بارتكل. دي السلايد الاولانيه، بمجرد بس ان انا بعرف ازاي احسب المومنت اوف انرشيا حوالين اكسيز معين. وبعد كده السلايد الثانيه اللي هي التجميع المومنت اوف انرشيا البربنديكولار اكسيز اللي هي البربنديكولار اكسيز ثيرم اللي هي نظريه المحاور المتعامده، المحاور المتوازيه بتاعت اللي انتوا خدتوا الكلام ده بما فيه كفايه زي ما قلنا في الفيزيك. ده مجرد بس مراجعه للي عايز يفتكر ده. لو انا عندي ديسك او سلندر نص القطر بتاعه ايه، يبقى الاي بتاعتي حوالين اكس زد اللي هو نص ام اي سكوير. طب لو هو ريكتانجلر او اضيب، الاضيب 1 على 3 ام اي سكوير، برضو الكلام ده موجود في بتاع. طيب هل انا هنا مرتبط بالشكل؟ طب انا لو افرض الشكل بتاعي جه مختلف، لا، في عندي هنا الريديوس اوف جيريشن اللي انا بسميه الكي، يبقى الاي بتساوي الكتله في الكي سكوير. لو انا جيت بدل ما اقول لك الابعاد بتاعتي مثلا ايه او 2 ايه او الى اخره، وانت هتبقى حافظ البعد لان ممكن يجي لي شكل غير انا مش حافظه، فممكن انا اديهولك بدل ما اقول لك الابعاد وانت تبقى حافظ المومنت اوف انرشيا بتاعته اللي هي الاي جي بتاعته بتساوي كام كقانون متعوض فيه، لا ممكن اديلك الراديوس اوف جيريشن اللي هو الكي. ففي الحاله دي المومنت اوف انرشيا اللي هي الاي هتساوي الام في الكي تربيع الكي اللي هي الراديوس اوف جيريشن زي ما قلنا. يعني الجزء ده احنا كده ده هرجع له تاني اللي هو الجزء بتاع الكاينتيك انرجي او ازاي اجيب احل بقانون الطاقه زي ما حلينا قبل كده في البارتكل. ده الجزء ده هنرجع له تاني. حاجه على السلايد ديت اظن رقمها 12، ده الكلام اللي احنا قلناه من شويه ازاي اطبق قانون نيوتن مومنت اوف انرشيا. بحط الاكسترنال فورسز وحط هنا الاكسترنال فورسز وبعد كده الافكتيف فورسز اللي هي المومنت اوف انرشيا مضروب الاي جي، سوري الاي جي مضروبه في الاوميجا دوت، وعندي هنا الاكسلريشن بتاعه السنتر او الجي واضربها في الام وابتدي اكافئ بينهم. خلينا نشوف الاكزامبل الاولاني. لو انا عندي ديسك اللي قدامي ده ملفوف متثبت بالسنتر بتاعه عند البوينت دي، وبعدين لفيت حواليه حبل، يعني الجسم بتاعي او الديسك بتاعي ده اللي هو الماس بتاعته 2 ام، هنا الماس 2 ام، والكتله ديت ملفوف حواليه حبل، الحبل ده في نهايته تقل مقدار كتلته 2، عفوا السنتر بتاعي الديسك ده هنا الماس بتاعته ام وملفوف حواليه حبل في نهايته تقل كتلته مقداره 2 ام. يبقى انا عندي هنا جسم متماسك متصل بجسيم. لو حبيت ابص هنا على التركيبه بتاعتي دي بيتحرك ازاي، الجسم ده بيتحرك حركه دورانيه بينقلها خطيه او بيحولها خطيه الى البارتكل بتاعي اللي هو اللي اسمه ايه. عايز ايه؟ هات لنا التنشن في الرود ده هنا او الحبل او الكورد ده، هات لنا التنشن فيه، وبعد كده هات لي الفيلوسيتي بتاع اللي بيتحرك بيها بعد ثانيتين او 3 ثواني او 3 لفات من حركه الديسك. عشان احل المساله ديت انا
طالما اتكلمت على تنشن او طالب منك تنشن، يبقى في الحاله دي حضرتك لازم تعمل لي القوه الخارجيه والقوه التاثيريه. طيب في القوه التاثيريه انا محتاج ادرس ايه؟ محتاج حضرتك عشان تدرس القوه التاثيريه لازم تجيب لي الاكسلريشن. طب الاكسلريشن دي اجيبها ازاي؟ يبقى لازم ادرس الكاينماتكس، وده اللي احنا عايزين نعمله. ازاي ندرس الكاينماتكس؟ خليني اعملها معاك خطوه خطوه، بعد كده نرجع للسلايدز مره ثانيه. بالنسبه للكلام ده، تعالى بعد اذنك نعمل اول حاجه. انا عندي هنا سوري، عايز اغير اللون ونمسح الشخبطه اللي احنا عملناها دي. طيب خلينا ندرس الكاينماتكس. الخطوه الاولانيه دايما هي دراسه الكاينماتكس عشان اجيب الاكسلريشن. انا عندي هنا ايه؟ عندي حاجتين، جسم متماسك، عايزين نجيب الاكسلريشن بتاعه السنتر بتاعه. طيب الاكسلريشن بتاعه السنتر هنا بتساوي كام اذا كان السنتر بتاعي هنا اسمه او؟ بما ان السنتر بتاعي هنا في جوينت مثبته الجسم بيتحرك حركه دورانيه حواليها، يبقى الاف او بتاعتي هنا هتساوي صفر. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ملفوف حواليها، طب افرض انها ما كانتش مثبته، يبقى لازم اجيبها. ملفوف حواليها حبل، الحبل ده في نهايته تقل اسمه ايه؟ عايزين نجيب العجله بتاعته. لو قلنا ان صاحبنا ده الديسك بتاعي هيتحرك بالشكل ده، يبقى الحبل هينزل كده. يبقى لازم هنا احنا اتفقنا ان العجله بتاعت النقطه ايه، لو انا سميتها اف ايه، يبقى الاف ايه هتساوي ايه؟ هتساوي المركبه المماسه لعجله النقطه المشتركه على الحبل بين الحبل وبين، لان انت لو سميت النقطه دي بي، يبقى الاف ايه هتساوي الاف بي. بس انهي الاف بي؟ النقطه بي دي ليها مركبتين، واحده اوميجا سكويرد في البعد بين النقطه ومركز الدوران اللي هو ايه، والثانيه اف بي تانجنت هتساوي اوميجا دوت في البعد بين النقطه ومركز الدوران، يبقى اوميجا دوت في ايه. ففي الحاله دي الاف ايه هتساوي الاف بي اللي هي النقطه اللي تقع على الحبل او المشتركه بين الحبل والبكره او الديسك، بس هي مش الاف بي بقى، دي الاف بي تانجنت اللي هي هتساوي اوميجا دوت في ايه. تعالى بقى اعمل لي شكل القوة الخارجية والقوة التأثيرية، بس أنا عايز أبدأ بالقوة التأثيرية. القوة التأثيرية بتقول لي إيه؟ هات لي العجلة بتاع مركز الثقل واضربها لي في الكتلة. طب إحنا اتفقنا إن مركز الثقل ده نقطة مثبتة، يبقى العجلة بتاعتها بصفر. أدي أول حاجة. الحاجة التانية أنا هقول أنا هلف في الاتجاه ده، يبقى أي جي في أوميجا دوت. الأي جي بتاعة القرص يبقى نص ام اي سكويرد. كويس، ملفوف حواليها الحبل ده، يبقى هنا في نهايته هنا اتقل كتلته 2 ام مضروبه في في العجله بتاعته اللي احنا اتفقنا انها اوميجا دوت في ايه. يبقى الشكل ده بيمثل لي ايه؟ الافكتيف فورسز، هيساوي او هيكافئ ما يسمى بالاكسترنال فورسز. الاكسترنال فورسز ايه؟ انا في عندي اول حاجه في هنا تثبيت، يبقى اكس او واي او. تمام، وطبعا اول حاجه ما تنساش الكتله بتاعتي هنا ام، يبقى ام جي ده الوزن بتاعي. في عندي تاني قوه خارجيه ايه؟ اول حاجه هنا او هنا 2 ام، دي الكتله بتاعت النقطه ايه، يبقى 2 ام في العجلة الجاذبية اللي هي جي، بدا كده الوزن بتاعي. في الحالة ديت ما تنساش ان انت في عندك هنا شد في الحبل. ده كده شكل القوة الخارجية والقوة التأثيرية للمجموعة على بعضها. وهبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اكافئ الكلام ده في المعادلات اللي عندي. خلينا نرجع بقى للمعادلات المكتوبة. ده اللي احنا عملناه او في السلايد دي، ده اللي احنا عملناه. اول حاجه اهي جبت الكاينماتكس، ما عنديش هنا اكسلريشن هنا غير قيمه الاف اي، وبعدين هنا عندي اي جي في اوميجا دوت، ما عنديش هنا عجله، وهنا 2 ام في اف اي اللي هي اوميجا دوت في اي زي ما اتفقنا. وده شكل القوه، القوه الخارجيه والقوه التاثيريه. لو انا جيت هنا اتكلمت على الديسك بتاعي
دلوقتي المجاهيل اللي عندي ايه؟ انا عندي الاوميجا دوت ما اعرفش قيمتها كام، وعايزين نجيب الشد بتاعنا. لو انا جيت على الديسك بتاعي واخدت عزوم حوالين النقطه او، يبقى اي جي في اوميجا دوت هنا، انا هنا بدرس الديسك فصلته عن الجسيم اللي هو ايه، يبقى هنا اي جي في اوميجا دوت لما هاخد عزوم ده بالنسبه للقوه الخارجيه الافكتيف هتساوي ايه؟ طبعا الاثنين الثلاثه دول بيمروا بالنقطه اللي واخد حاليا عزم، يبقى عزمها بيساوي صفر، يبقى تي في ذراع العزم اللي هو ايه؟ يبقى تي ايه؟ زي ما احنا شايفين هاخد الاتجاه اللي بيدور ده كده اهو. يبقى انا جبت الشد تي كداله فيه او بدلاله الاوميجا دوت. طيب تعالى بقى بالبلوك اللي هو الجسيم الصغير. بالنسبه للجسيم هاخد سيجما واي هيجيب لي قيمه علاقه بين العجله اللي هي او بين الاوميجا دوت يعني برضو بين الشد. خلينا حتى نحاول نرسمها دي او نعملها سوا. نجيب الداتا شو تاني، نجيب الوايت بورد. تعالى هات لي الجسيم هنا وهات لي سيجما الواي. بالنسبه للجسيم هاخد سيجما واي، ده الجسيم. يبقى انا عندي تي ماينس 2 ام جي هيساوي ناقص 2 ام اي اوميجا دوت في اي. يبقى الشد اللي هو تي هيساوي 2 ام جي زائد سوري هي ماينس 2 ام اي اوميجا دوت اي. وسمي لي المعادله دي رقم 2. معادلة 2 دي هحلها مع معادلة العزوم اللي احنا جبناها، لان انا جبت قيمة الشد ان هو الشد 1 مع المعادلة بتاعت اللي هي لما خدت عزوم حوالين الديسك. يبقى انا هنا جبت علاقة بين معادلتين، معادلة فيها الشد واوميجا، معادلتين بينهم في مجهولين اللي هو تي واوميجا دوت. حل المجهولين دول مع بعض ونجيب قيمة التي الشد بكام والعجلة بتاعتي بكامل. اف اي هتساوي اوميجا دوت، طبعا انا جبت الاوميجا دوت وجبت التي كده، الاف اي انا جايبها بداله الاوميجا دوت، يبقى انا جبت قيمه العجله بكام. طيب عايزين نجيب السرعه بتاعت البلوك بكام بعد ما يتحرك الجسم بتاعي اللي هو الديسك ثلاث دورات. دي اجيبها ازاي؟ الجسم بتاعي البلوك بتاعي الاول بيتحرك حركه خطيه، فانا عندي هنا مربع السرعه بالمعادلات بقى الحركه بعجله منتظمه اف في اي سكويرد بتساوي في نوت سكويرد بلس 2 اف اي في واي. طيب الفي اي بكام بقى؟ تعالى نعوض، هعوض بقيمه الاف اي اللي هي داله في الاوميجا دوت. بس خلي بالك الفي اي انا جبتها هنا بدلاله الواي من المعادله بتاعه الحركه بعجله منتظمه. الواي بتاعتي بتساوي ايه بقى؟ انا هتحرك ازاحه راسيه مقدارها قد ايه؟ لما انا هلف الديسك بتاعي لف ثلاث لفات، اللفه الواحده ان هو عمل محيط الدايره اللي هو 2 او محيط الديسك نفسه اللي هو 2 باي في نص القطر ايه، وهو مشى ثلاثه او لف ثلاثه يبقى 3 في 2 باي ايه، يبقى 6 باي ايه. يبقى انا لما هلف 6 باي ايه هتحركهم راسيا، يبقى السرعه بتاعتي في الحاله دي من المعادله 8 على 5 جي في 6 باي ايه الى اخره. يبقى في الحاله دي هقدر اجيب قيمه السرعه بكام لما القرص بتاعي يتحرك ازاحه خطيه. لما هتحرك ازاحه خطيه مقدارها، لما هتحرك ازاحه دورانيه مقدارها 2 او 6 باي 2 باي ايه مضروبه في 3 يعني 6 باي ايه. ده كده اول اكزامبل ممكن ناخده. هناخد اكزامبل تاني بس خلينا في الجزء التاني علشان التحميل او الرفع.